تحية طيبة مشاهدينا. لم يهنأ شعب من الشعوب العربية التي قامت بثورات وأسقطت أنظمتها، لم يهنأ يوما بعدها بالاستقرار. ليس لأن هذه الأنظمة صمام أمان الشعوب، ولكن لأن هناك من لا يريد لهذه الثورات أن تحقق أمنياتها وتقطف ثمارها. السودان مثالنا اليوم بعد عامين على إسقاط نظام البشير بفعل الاحتجاجات والثورة السودانية، تعصف الأزمات الخانقة بالسودان، فمن أزمات سياسية إلى أزمات خدمية داخلية إلى كثير من العواصف السياسية التي تعصف بهذا البلد بعد عامين على إسقاط نظام البشير الذي قيل أنه الطاغية وأن السودان تحررت من هذا الطغيان. الآن فوق كل ذلك تسعى حكومة السودان اليوم للتطبيع مع العدو الإسرائيلي. فإلى أين يسير السودان؟ وإلى متى هذه الأزمات؟ وماذا لدى الحكومة من برامج لتحقيق آمال الشعب السوداني؟ هذا ما سنعرفه مع ضيوفنا الكرام بعد هذا التقرير، ابقوا معنا. لم يجد السودانيون حتى اليوم ثمار ثورة أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، فالتطلعات التي كانت ترنو إلى مستقبل اقتصادي أكثر انتعاشا وحياة معيشية وخدمية تتقدم صوب المستقبل، كلها انتهت إلى وضع لا يسر الشارع في الخرطوم. الأوضاع هناك تبدو أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الإطاحة بالبشير. الأسواق السودانية تشهد وضعا خانقا بسبب الغلاء والتدهور الاقتصادي المريع، نتيجة موازية لتضخم وصل أرقاما فلكية جاوزت نسبته في الشهرين الأخيرين 300%. البيضة ب 650 جنيه، يعني أسي يا ليلة المواطن لما ناخذ طبق البيضة يقوانا ب 650، ومثلا احتمال شغلي كله يكون 700 جنيه أو 600 جنيه، إذا ما بيقدر ياخذ حاجة. ثم ثاني يا إخوانا السوق، يعني بين الليل وبكرة تلقى ارتفاع بالسوق شيء مبالغة. يعني سعر السكر ده احنا قبل اسبوع الصغير ال 10 كيلو ده اخذناه ب 1800، الليله ب 2200. يعني المواطن ده ياخذ شنو يا اخواننا وكل شيء. علاوه على انخفاض قيمه الجنيه السوداني بنحو 7 أضعاف مقابل العملات العالميه، الامر الذي ادى الى ارتفاع ملحوظ في اسعار الخبز والوقود والغاز وغيرها. كل ذلك يأتي وسط انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي لفترات تتجاوز 12 ساعة يومية. وتفاقم حجم التأثيرات على القطاعين الخدمي والصناعي دون أن تقدم الدولة أي تفسيرات. الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبد الله حمدوك لم تقدم أي حلول لكل هذا، إنما اكتفت بالتعويل كثيرا على دعم العواصم الغربية، إلا أنها لم تتحصل على شيء حتى اليوم. قامت بعدة إجراءات فسرها كثيرون أنها تقود لعلمنة الدولة السودانية والتضييق أيضا على الإسلاميين. يدعم ذلك قول رومان ديكارت الخبير الألماني بالشؤون السودانية إن هذا التغيير في السودان هو عودة إلى التقاليد السودانية الليبرالية. في صعيد قريب أيضا قام رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان بخطوات غير مسبوقة بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني، خلصت إلى تصديق مجلس السيادة والوزراء في السودان على مشروع يلغي قانون مقاطعة ما يسمى بإسرائيل القائم منذ عام 1958. وفي هذا الصدد أوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أن المجلسين صادقا على المشروع خلال اجتماع مشترك عقد الاثنين الماضي. Thank you.
أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج عبر الحدود، وحلقتنا اليوم، محطتنا اليوم هي السودان. بعد عامين من سقوط نظام البشير، الأزمات الخانقة تعصف بالسودان والحكومة تسعى للتطبيع. إلى أين يسير السودان وإلى متى ستحل هذه الأزمات؟ هذا ما سنحاول معرفته مع ضيوفنا الكرام. يسعدني أن أرحب بمدير قناة طيبة ويس الجلبي والباحث في العلاقات الدولية إبراهيم ناصر. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سيد ويس، أبدأ معك. نحن الآن بعد عامين من إسقاط نظام البشير، من خلال قراءتك للشارع السوداني اليوم، هل الأوضاع المعيشية والسياسية والاجتماعية في تحسن مقارنة مع النظام السابق؟ يعني كل شخص يتابع الشأن السوداني بالتأكيد لا يقول أن الأوضاع في تحسن، وهذا الأمر يعني هو متفق في وجهة النظر، سواء كان من أنصار النظام السابق أو حتى ممن كان شاركوا في حراك ديسمبر. الوضع في السودان أصبح مزري بدرجة كبيرة جدا. نحن نتحدث عن الجنيه السوداني الذي تركه البشير في حدود يعني 60 جنيه للدولار الواحد، الآن أصبحت العملة تقريبا قرابة 400 جنيه للدولار الواحد، وهذا بالتأكيد ضاعف الأسعار إلى قرابة يعني 600% في مختلف المناحي. الحكومة أيضا، حكومة حمدوك، عملت على رفع الدعم عن السلع التي كان النظام البشير يعني يقدم فيها دعما، وهي الوقود والخبز والكهرباء، وامتد رفع الدعم حتى عن قطاعات أخرى مثل حتى المياه، والوضع أصبح سيئا بدرجة يعني تفوق الوصف. وبالتالي هناك شبه إجماع بين الشعب على أن الوضع الآن هو أسوأ من أوضاع يعني أواخر عهد البشير، التي كان فيها أيضا أزمات في الوقود والخبز والنقود، وكان هناك يعني بعض الإشكالات السياسية أيضا في أواخر عهد البشير، لكن بالتأكيد بمقارنة بالوضع الحالي الوضع الآن يفوق الوصف من ناحية السوء. يعني سيد إبراهيم ناصر، مساء الخير لك أيضا. يعني برأيك، هل يرجع هذا السوء في الأوضاع المعيشية في السودان إلى سوء أداء الحكومة، أم أنها تركة البشير التي أثقلت كاهل الدولة فكان الإصلاح صعبا؟ طيب، عظيم. أولا أهلا وسهلا بكم وبضيفكم الكريم ومشاهديكم الأعزاء. طبعا نعم، الأوضاع الاقتصادية في السودان هي مأزومة، أن الأسباب كثيرة ترجع بداية إلى التركة التي خلفها نظام الإنقاذ، بالإضافة إلى مشاكل في البنية الاقتصادية التي كانت تحكم بها الدولة، بالإضافة إلى عدم إدراك المجموعة المتسلطة الآن بمسألة إدارة الدولة، لها أعباء أو تعاني من مشاكل في ميزانياتها، تعاني في مشاكل في أو اختلالات كبيرة في بنية الاقتصاد، وبالتالي الوضع يمكن أن نعزيه إلى أنه الدولة السودانية هي أصلاً أزماتها الاقتصادية كانت هي متوارثة. نعم، نظام الإنقاذ أسهم كبير في أن تصل البلاد إلى هذه الهاوية، فضلاً عن دور الحكومة الحالية أو ارتهانها لمسألة أن تأتي دعومات من الخارج وعدم إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية بصورة مباشرة أو التعامل معها بصورة مباشرة، والانتظار من أن تأتي بعض الدعومات من دول الخليج ومن دول هي تعتبر صديقة، ولكن الأزمة العالمية التي تمر بها كل المعمورة هي أيضا لها تداعياتها، والدول الأخرى التي كانت من المتوقع أن تقدم دعومات للسودان لم تستطع أن تقدم دعومات كافية للحكومة التي جاءت على أكتاف ثورة، هي تعتبر من أروع الصور التي رسمها المواطن السوداني للعالم، ولكن للأسف الشديد إخفاقات الداخل وتطورات الخارج أيضا حرمت أو أدت إلى هذا الوضع المزري للأسف الشديد. يعني تعويل الحكومة السودانية، الحقيقة هذه الجملة أن الحكومة السودانية تعول كثيرا على عواصم الدول الغربية جملة صادفتني في خلال إعداد هذه الحلقة.
فكيف سيد أويس، كيف ترى، هل فعلا الحكومة السودانية عولت كثيرا على عواصم الدول الغربية؟ نعم، هي يعني ليست أن الحكومة عولت، ولكن هي الحكومة أصلا حكومة تحمل جوازات الدول الغربية، أتت بمشروع غربي متكامل يستهدف تغيير هوية الشعب. الحكومة التي جاءت إلى السودان، وإن كانت جاءت يعني هي ركبت موجة الحراك الشعبي الذي ظهرت فيه الأيادي الخارجية بشكل واضح منذ البداية، وبالتالي بعد ما ركبته هي تأتي لتنفذ روشتة يعني خارجية لا علاقة لها باحتياجات المواطن السوداني أو أماله أو طموحاته أو حتى شعارات التي رددها في حراكه في ديسمبر، أو حتى أمنيات البناء وأمنيات التطوير وأمنيات التغيير الحقيقية التي كان ربما يتطلع لها كثير من الشباب، حتى من داخل شباب يعني الأحزاب المحسوبة أنها أحزاب إسلامية والتي الآن تم حسابها على النظام السابق، ولكنها كانت تختلف معه حتى في بعض الطروحات. هذه الشباب، هؤلاء الأحزاب شاركوا في هذا الحراك وكانت لهم نوع من الطموحات، لكن الحكومة التي جاءت حكومة مرتهنة للغرب، هذا أيضا محل اتفاق لدى الشعب السوداني. نحن نرى أن رئيس الوزراء أتى أصلا من خلفية العمل في المنظمات الدولية، شكل كابينته الوزارية من خلال أصدقائه ومعارفه وبعض العاملين في هذه المنظمات، أكثر من وزير يحمل جوازات دول أجنبية. لا يقتصر الأمر فقط في الشق المدني من الحكومة، حتى الشق العسكري، نحن لدينا حميتي الذي كان مرتبطا بالقوى الإقليمية وهو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس السيادي، أيضا لدينا رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، والذي يعني سارع أيضا لتأمين جبهته الخارجية من خلال الإقدام على التطبيع مع الكيان الصهيوني واللقاء رئيس وزرائه نتنياهو، وثم أيضا محاولة تطبيع الأوضاع مع أمريكا ودفع المبالغ لترامب، يعني مبالغ تصل إلى 700 مليون دولار. كل هذه الإجراءات يعني جعلت الحكومة بكافة أطرافها سواء كان عسكريا أو مدنيا يرتبط بالخارج ارتباطا وثيقا. بناء على ذلك كانت تتوقع كل هذه الأطراف داخل الحكومة أنها مثلا لو أمنت العلاقة مع الكيان الصهيوني أو أمنت العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أمنت العلاقة مع المحور الإقليمي القوي وهو محور الإمارات والسعودية، عولت أن هناك يعني ربما عطايا أو حتى مبالغ ستودع في الحسابات السودانية والتي ستمثل رافعة للحكومة، ولكن بالطبع هذه الدول هي ليست جمعيات خيرية، وبالتالي وجدنا أن الحكومة وقعت في مأزق كبير لأنها لم تعمل خلال السنتين الماضيين على تطوير قطاعات الإنتاج التي تدر فعلا مالا يحسن من أوضاع البلد، واعتمدت على هذه العطايا الخارجية التي أصلا لم تأتي ولن تأتي. نعم، أيضا هناك رؤية سيد إبراهيم ناصر، البعض يرى أن الحكومة السودانية تتجه إلى علمانية الدولة، تتجه إلى أن تفصل القوانين الإسلامية أو الأحكام الإسلامية عن القوانين والدستور، هل توافق ذلك الرأي؟ طبعا السودان، تعلمون أن المجتمع السوداني الدين هو له أو يحتل مكانة مهمة في تشكيل الهوية السودانية، فبالتالي النخر في هذا في نعم. هذه القضايا، في قضايا الدين واللغة من المؤكد يؤدي إلى ضرب اللحمة الوطنية، فمسألة مناقشة هذه القضايا في هذا التوقيت أنا أعتقد هو لغرض إلهاء المواطن من قضايا هي أساسية، فمسألة أو إلهاء المواطن من القضايا الاقتصادية، فمسألة فرض أو التحدث عن العلمانية وفصل الدين على الدولة، هذه أعتقد هي الحكومة تحاول أن تبعد المواطن السوداني من القضايا الأساسية وهي المطالب التي خرج من أجلها. لكن للأسف الشديد مسألة الحكومة هي طبعا كما قال ضيفك الكريم هي طبعا مرتهنة للخارج، وهذه ظاهرة في سلوكيات الحكومة، ولكن الأزمة أكبر من هذه الحكومة وأكبر من ساستها أو من القاضي أو من الشخصيات المتسلمة للسلطة. فبالتالي مسألة التعاطي مع الموقف أو المشهد السوداني برؤية بسيطة جدا أو الحديث عن أنه
الديمقراطية أو العلمانية أو التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني هي قد تحل الأزمات السودانية أو توحد من كيان الدولة السودانية، هذا أمر غير عقلاني وغير منطقي. لكن الحكومة تتشبث بقضايا هي قضايا جانبية، هي قضايا ليست من صميم عملها. الآن لابد من أن تقوم برؤية في مسألة التعامل مع الأزمة الاقتصادية والتفلتات الأمنية التي نشهدها بين الحين والآخر في كل الأقاليم، والإقليم كله الآن داخل في مرحلة جديدة، هي مرحلة التأزمات المتوالية. يعني بدل الآن في تشاد هناك أزمة، الحكومة بدل من تتعامل مع هذه القضية يكون هناك تصريحات تخص قضية التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني أو الحديث عن العلمانية أو القيام بتشريعات هي أصلا ليس من صميم عملها. لابد من يكون هناك مجلس تشريعي يطبق أو يوافق على هذه القوانين، وبالتالي الحكومة فقدت البوصلة إنجاز التعبير، تحاول أن تنشل الوضع السوداني وتنشل السودان من خلال قضايا هامشية أو قضايا جانبية بدل من التركيز على القضايا الأساسية. نعم، وماذا عن سيد أويس؟ هناك موجة تثار ضد الإسلاميين، موجة تحريض واعتقالات أيضا تتزامن مع اعتقالات، فيعني هل اتخذت الحكومة السودانية موقفا ضمنيا تجاه الإسلاميين؟ نعم، أنا أيضا يعني سأجيب عن هذا التساؤل وأيضا بالتعليق على تساؤلك لضيفك الآخر. يعني الحكومة هذه منذ أول يوم بعد توقيع الوثيقة الدستورية، وثيقة كورنثيا التي وقعت في فندق كورنثيا، يعني لاحظنا أن هناك انقلاب في الموجة. يعني دعنا ننظر للصورة بهذا الشكل. حينما حصل انقلاب اللجنة الأمنية على البشير وحدث البيان الأول، بيان بن عوف، ثم بيان البرهان الثاني، واستسلم العسكر السلطة، وجد العسكر أنفسهم بمواجهة الشعب بمختلف شرائحه، وبالتالي استطاع أو نجح العسكر في أنه يعلو من خطاب علماني كان يمثله الرشيد سعيد أصلا، وأيضا في وقتها أيضا من أعلن نفسه رئيس التجمع المهنيين محمد يوسف مصطفى، وكان هناك خطاب علماني مستفز لعموم شرائح الشعب السوداني، تم تسليط الضوء عليه وتم تسليمه منصات الاعتصام حتى، وأصبح هناك منصات داخل الاعتصام تنادي بعلمانية الدولة، ويعني تعاري يعني عموم المبادئ وهوية وثقافة الشعب المسلم، الشعب المحب للنبي صلى الله عليه وسلم في السودان. أدى ذلك إلى يعني استنفاض أو استنهاض الطرف الآخر، ووجدنا هناك تيارات تشكلت لنصرة الشريعة. هذه التيارات عمل العسكر على يعني الحوار معها، وحاولوا أن يستصدروا منهم بيانات تفوضهم بفض اعتصام القيادة. حينما قامت هذه التيارات برفض طلبات العسكر وتركت العسكر وحيدين أمام مواجهة الاعتصام، فضوا الاعتصام، أوقفوا الاتصالات مع التيارات اللي هي التيارات الإسلامية، ووقعوا اتفاقا مع التيارات الأخرى اللي هي تيارات كانت تمثلها قحط في ذلك الوقت. الوثيقة بناء على ذلك، الوثيقة الدستورية التي تم صياغتها، خلت من أي ذكر لدين الدولة، من أي ذكر لهوية الدولة ولغتها، وبالتالي أسست أصلا لمنظومة وإن لم تصرح فيها الدولة بأنها علمانية، لكنها أصلا تتنصل من كل يعني ركائز الاتصال بالدين أو هوية البلد السابقة. من هذه النقطة وجدنا أن هناك نوع من المفاصلة واتجاه الدولة نحو العلمانية من خلال إجراءات. تبع ذلك إقصاء الإسلاميين بكافة أصنافهم، حتى من كان منهم معارضا للنظام السابق ومن كان منهم مسجونا حتى أثناء حراك ديسمبر، تم إقصائهم تماما من المشهد السياسي. وضع العسكر كل ثقلهم السياسي مع قحط أو قوى الحرية والتغيير، ثم انتقل الأمر من وضع فقط الثقل السياسي مع هذه القوى وإبعاد الإسلاميين من الصورة إلى اعتقالات قيادات أو رموز الإسلام. لا نتحدث عن رموز النظام السابق، رموز النظام السابق منذ التغيير تم إيداعهم في السجون، أما نتحدث عن
شخصيات كان حتى بعضها مشارك في حركة سمبر مثل الأستاذ معمر موسى، نتحدث عن دكتور محمد علي الجزولي، نتكلم عن شاب ميخائيل بطرس. يعني هؤلاء الشخصيات أصلا كانوا مشاركين في الثورة ضد البشير، لكنهم أودعوا السجون بدون محاكمات، تمديد لفترات. الآن نتحدث عن مرور قرابة العام على بعضهم في الاعتقال، ثم امتد ذلك إلى حتى رؤساء الأحزاب. يعني رئيس حزب المؤتمر الوطني الذي أعلن حله من قبل النظام الحالي كان قد أعلن، بروف إبراهيم غندور كان قد أعلن أنه وإن كان يمثل حزبا يعني يمثل النظام السابق، لكنه لن يشارك في معارضة ضد الدولة، بل سيكون معارضة ساندة وموجهة، وكان خطابه يعني سهلا سلسا لا يحرض ضد الحكومة. ومع ذلك تم اعتقاله وما زال معتقلا منذ فترة طويلة، وبالتالي استمرت الدولة في نهج العلمانية وإقصاء الإسلاميين وإيداعهم السجون. وجدنا أيضا هجمة شرسة على يعني فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف، حتى تم يعني إبعاده من المشهد وفتح قضايا كثيرة عليه، ثم تبعه في ذلك الدكتور محمد عبد الكريم رئيس تيار نصرة الشريعة الذي أيضا فتحت قضايا بمواجهته، وآخرون الآن تفتح عليهم قضايا في مختلف النيابات. ثم استمر النهج، نهج الدولة باتجاه العلمانية، أقر فيها الربا، وايضا الغيت يعني هناك تعديل على قوانين الاحوال الشخصيه، الغيت القوانين التي تنظم مساله الخمور والدعاره وحد الرده. اذا هناك يعني اتجاه واضح هو قوانين النظام العام، فالدوله مشت في هذا الاتجاه. اذا هناك اتجاه واضح هو العلماني. نعم، فقط اذكر هذه النقطه، ان رئيس مجلس السيادي وقع مؤخرا اعلان مبادئ مع عبد العزيز الحلو، يعني ينص على فصل الدين عن الدولة بشكل واضح. وأيضا بالأمس القريب كان خرج وزير العدل نصر الدين عبد الباري ليتحدث عن إقرار قانون النافذتين في البنوك، وهو قانون يعني إجازة الربا في البنوك، وأيضا إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل. إذن هو أمر مبيت وليس بالصدفة، الحكومة السودانية تتجه بالسودان باتجاه العلمانية وإلغاء الأحكام الإسلامية والتطبيع مع العدو الإسرائيلي أيضا. طيب سيد إبراهيم ناصر، هل هذا يأتي بإعازات خارجية برأيك، أم أن الحكومة هذا اتجاهها؟ طيب جيد، هو مسألة أنه الحكومة، نعم هناك بعض القوى الفاعلة الإقليمية تحاول تؤثر على المشهد السياسي السوداني، وخصوصا دول لها علاقات طيبة مع دولة الكيان الصهيوني، فبالتالي هناك بعض المطالب هي خارجية مفروضة على الحكومة الحالية، والحكومة الحالية تحاول أن تثبت أركان نظام جديد بحيث أنت تقصد الإمارات ومصر صحيح؟ طبعا بعض الدول، لا أريد أن أذكر أي دولة، لكن هناك بعض الدول لها علاقات إيجابية ومعروف من هي هذه الدول، تحاول أن تخرج السودان من دائرة مجموعة الإسلام السياسي التي هي كانت متسلمة للسلطة. لكن المسؤولية، طبعا الضيف الكريم ذكر بأنه الحكومة الحالية نعم هي لها إخفاقاتها ولعبت دور كبير في تأزيم الوضع، وهي فاقدة للبوصلة وليست لها رؤية ومرتهنة للخارج، هذه كل حقائق. لكن النظام الذي كان حكم السودان لفترات طويلة أيضا لعب دور كبير في أن يشوه صورة السودان خارجيا وأن يؤزم الأوضاع. أصلا الأوضاع كانت مضطربة، هناك كانت حروب أهلية في كثير من الأطراف، لم يتعامل مع قضايا كثيرة، أدى كان هناك فساد مستشري. ذكر بعض الشخصيات هي طبعا متهمة بأنها كان لها يد أو لها دور في عملية الفساد أو كانت منغمصة في قضايا فساد، وفتحت ضدها بعض الدعاوى أو بعض الدعاوى. فمفترض كان إذا كانوا هم أبرياء كانوا مفترض يقدموا نفسهم للقضاء ويبرئوا أنفسهم بدلا من الهروب للخارج. ولكن نعم هو هنا أيضا الوضع الداخلي ليست مهيئا. أنا أعرف أنه العملية العدلية أو الهيئة العدلية أو السلطة العدلية في السودان للأسف الشديد معلولة وتسير بقرارات سياسية، فالأمور مربكة والوضع في السودان مأزوم، والمسؤولية هي كما وقع مجموعة الإسلام السياسي وقعت في أخطاء كبيرة بحق الدولة السودانية، المجموعة الحالية أيضا متسلمة
تلعب دور كبير في تهزيم الوضع أكثر ومفاقمة الأوضاع للأسف الشديد. فالقضية هي أنه الدول الخارجية تحاول أن تضغط على السودان وأن تحقق بعض أو أن تحافظ على حقوقها على حساب أو على مصالحها على حساب الدولة السودانية وعلى كيان الدولة السودانية. هناك أيضا مطالب داخلية لبعض القوى تحاول أن تتسلم المشهد، وهناك نظرة سلبية في مسألة إدارة البلاد، فهم يحاولوا أن يفرضوا أي يعني يأتوا برؤيتهم من خلال إبعاد المجموعات الأخرى بدل ما يكون هناك توافق وطني يستطيع أن ينشر البلاد من الأزمات التي للأسف الشديد هي خانقة، والوضع في السودان مأزوم جدا، والمواطن ضاق ذرعا من مسألة المناورات التي تقوم بها بعض الأطراف. هناك بعض الأزمات الأمنية سببها يعني حسب المعلومات الواردة هي مجموعات تابعة للنظام الذي سقط، وهناك بعض الإخفاقات ترتكبها بعض المؤسسات الأمنية هي لها ولاء للنظام الساقط، فالمسؤولية هي مسؤولية مشتركة، فلا بد من النظر للوضع برؤية وطنية، ولا بد من يتوافق السودانيين حول مسألة حول رؤية جديدة في كيفية نشل السودان من هذا الواقع. والأخطار محدقة لنا من الأطراف عفوا للأسف الشديد، هناك مشاكل في إثيوبيا ربما يكون لها تداعيات على السودان، في قضية مصيرية هي مهددة لأمن السوداني قضية سد النهضة، هناك أيضا مشاكل في تشاد الآن بدأت الأزمة الأمنية بدأت تظهر بعد مقتل إدريس ديبي، ربما الدارفور ترجع لعهد التدويل، والقضايا ربما تربك والمشهد كله يربك، فبالتالي لا بد من أن يكون عندنا نظرة إيجابية في مسألة التعاطي مع هذا الوضع المعقد ونشر السودان من هذه الضائقة أو من هذه الخانقة. نعم، هناك مسألة الحكومة ذكرت أنها اتخذت يعني عندما تذكر إنجازاتها تذكر أول ما تذكر هو إلغاء تصنيف السودان من قائمة الإرهاب، يعني ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة أو ماذا قدمت في مقابل أن تلغى من قائمة الإرهاب الأمريكية، وماذا سيخفف ذلك من معاناة الشعب السوداني سيد أويس؟ نعم، يعني موضوع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لا شك أنه يعني خطوة مهمة لإعادة السودان للمجتمع الدولي. الذي قدمته السودان تجاه هذه الخطوة كان هو كما يقول البرهان وكرره في لقائه مع الجالية السودانية في قطر في الأيام الماضية، لأنهم وجدوا أن الطريق إلى أمريكا لا يمر إلا عن طريق بوابة الكيان الصهيوني، وبالتالي عامدة إلى يعني تطبيع أو لقاء مع قيادات الكيان الصهيوني، ومن ثم عمد إلى دفع المبالغ المليونية التي طبعا ساهمت لاحقا في إنهاك الاقتصاد السوداني وسقوط الجنيه سقوطا حرا فترة من الزمن، حيث دفعت الحكومة قرابة أو ما يزيد عن 700 مليون دولار لترامب. ترامب كان يحتاج إلى إنجاز في آخر فترته ورغبة في تحسين أوضاعه الانتخابية، والبرهان تحدث في إحدى اللقاءات أنه أن الرئيس الأمريكي كان لديه هذه الرغبة السياسية، وكنا وجدنا أننا يمكن ندخل معه في هذه اللعبة بأننا يمكن أن نحصل على أيضا إنجاز سياسي مقابل هذا الخدمة السياسية التي تقدم لترامب. البرهان وهنا أنا لا أتحدث بوجهة نظري لما أنقل من كلام رئيس مجلس السيادة، خرج مؤخرا أيضا في لقاء مع إحدى القنوات الفضائية وتحدث أن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تمر بأزمة حقيقية، وأنهم كانوا يتصورون أنهم بقيامهم بالتطبيع وبدفع هذه المبالغ أن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ستسير بشكل سريع وستفتح في المجال الاقتصادي، لكن الأمر ما زال محصورا في الجانب الأمني ويعني التواصل الأمني فقط، وأن الإدارة الأمريكية تسير ببطء شديد في علاقتها مع السودان، بمعنى أن السودان عمليا تم رفع اسمه من قائمة الإرهاب، لكنه حتى هذه اللحظة لم يستطع الاستفادة من أي جانب اقتصادي، بل تحدث البرهان أن الأمريكان قدموا مصفوفة طلبات جديدة مفروضة على السودان ومطلوب منه أن ينجزها، وبخلافه أيضا لم يتم تحسين الأوضاع أو تحسين التعامل التجاري. هناك نقطة مهمة جدا في موضوع قائمة الإرهاب، لأن هناك تضليل يمارس من قبل النظام الحالي وحتى من قبل بعض أنصاره أن النظام السابق هو الذي أدخل البلد في قائمة العقوبات الأمريكية. العقوبات الأمريكية بدأت على السودان منذ فترة الرئيس نيميري،
حيث عاجز السودان عن سداد بعض المستحقات لصندوق النقد الدولي، وبالتالي بدأت العقوبات من قبل صندوق النقد الدولي. ثم في فترة الديمقراطية الثالثة بدأت العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عجز السودان عن أيضا دفع بعض المستحقات للولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت إشكاليات أمريكا مع السودان. وقع انقلاب البشير في سنة 89 وسكت عنه، ولكن حينما ظهر الإسلاميون في الواجهة وضعت عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عقوبات تخص جوانب الديمقراطية. في سنة 93 فرضت عقوبات أيضا جديدة على السودان، ووضع في يعني القائمة بسبب استضافة أسامة بن لادن في وقتها، وكان رجل أعمال قبل أن يدخل في أي أعمال يعني لاحقا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. السودان قام بخطوات وأخرج أسامة بن لادن من أرضه، لكن مع ذلك الولايات المتحدة جددت العقوبات وفرضت عليه العقوبات الاقتصادية الشديدة في سنة يعني في سنة 97 و8 98 إذا تابعنا في فترة هذه التواريخ. وعد السودان في سنة 2002 أنه لو دخل في المفاوضات مع الحركة الشعبية وحل قضية جنوب السودان سيتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات الأمريكية. وذهب السودان للتوقيع ووقعت اتفاقية نيفاشا وحلت الأزمة مع جنوب السودان، ووصل حتى جون غارنت في وقتها إلى الخرطوم، وتولى سلفا كير لاحقا نيابة رئاسة الجمهورية في السودان. لكن أمريكا أيضا لم ترفع هذه العقوبات وفتحت لهم ملف دارفور، واستمرت المصفوفات الأمريكية، وكانت هناك حتى في فترة أوباما حلحلة. أنا كان سؤالي سيد ويس، رفع أنا كان سؤالي ماذا قدمت السودان لرفعها من قائمة الإرهاب؟ هل يعني سعت عن طريق القانون أم كان هناك تنازلات مقابل ذلك؟ هناك بعض التغريدات على مواقع على الموقع تويتر. نعم هناك تغريدات على موقع تويتر، دعنا نستعرض بعض ما قاله المغردون السودانيون عن أزمة السودان، وسنعود لحديثنا. هناك تغريدة لمصطفى الميرغني يقول فيها: رسالة أبعث بها إلى إخواني الذين قاموا بالتغيير، هل قمتم بالتغيير وتبديل الحكومة عشان الحكومة دي تجي وتجيز الربا؟ هل كان من الأهداف إلغاء القوانين الشرعية؟ طيب الكلام ده الآن أكيد ما عاجبك، ولا الوضع ده عاجبك، مش المفروض تنكروا الوضع ده وتبينوا أنه اللي بيحصل ده ما من أهدافكم. هناك أيضا عز الدين أحمد يقول: حققت الدولة السودانية ما بعد الثورة وإسقاط نظام البشير كل شيء لشعبها، ردعت أثيوبيا وحققت الرفاه الاقتصادي وأنهت المشاكل العسكرية في البلاد، لم يبقى إلا قانون مقاطعة إسرائيل الذي يعود للعام 58 فقامت بإلغائه اليوم رسميا، يتهكم طبعا عز الدين. وأيضا مصطفى محمد مصطفى العمراني يقول: سنرى ماذا سيجني السودان من ثمار إيجابية ومن رفاهية وتنمية بسبب إقرار قيادته العسكري للتطبيع مع الصهاينة وإقرار العلمانية والتخلي عن الإسلام كدين للدولة وحذف القرآن من المناهج التعليمية. ويقول في النهاية: الأيام بيننا. سيد إبراهيم ناصر، هناك كلام عن أن الإمارات عرضت على حكومة السودان تقسيم الفشكة، الأرض الفشكة المتنازع عليها، مقابل إيجاد حل للأزمة مع أثيوبيا، وأن على أن يكون للإمارات 40% من هذه الأرض. كيف ترى ذلك؟ طيب، التحركات الإماراتية في منطقة القرن الأفريقي هي غير مدروسة ولا تراعي المصالح السودانية والمصرية. وللأسف الشديد قامت في الآونة الأخيرة بدعم أو في التحرك في مسألة التقريب بين إثيوبيا وإريتريا وتصوير مشاكلهم والاستثمار في إريتريا وفي إثيوبيا عفوا، وجعل إثيوبيا دولة مركزية. وإثيوبيا نعم بحكم أنها تحتضن المقر الاتحاد الأفريقي لها دور كبير في ولها تأثير سياسي في المنطقة، ولكن المسألة في مسألة الفشقة وفي مسألة سد النهضة، إثيوبيا هي في البداية ناورت في مسألة أنه لن تقوم بالإضرار بالسودان، ولكن تعلمون أنه
أرض الفشق هي كانت أرض سودانية احتلتها هذه في عهد نظام الإنقاذ عندما فسح لها المجال في مسألة التمدد في هذه الأراضي وأعطاهم أراضي كثيرة، والسودان الآن استعاد هذه الأراضي وحقق نصر كبير في وجه إثيوبيا. الدور الإماراتي كما ذكرت هو دور سلبي في مسألة التعامل مع مصالح السودان ومع حقوقه وأمنه القومي من خلال دعم إثيوبيا والترويج للمقاربات الإثيوبية. لو تابعتم الرواية الإثيوبية هي دائما أن هذه الأراضي هي أراضي سودانية، أراضي إثيوبية، ولا بد من أن ينسحب السودان منها. فالاشتراط الذي تقدمت به إثيوبيا قبلته الإمارات وقدمته للسودان من دون أن تراعي مصالح السودان، فهذا كان مرفوض من طرف السودان. فأراضي الفشق الآن السودان استعادها ولا تفاوض حولها، وهذا موقف وطني يحسب للقيادة العسكرية الحالية ويحسب للحكومة الحالية، وتمسكها بهذه الأراضي من المؤكد سيؤكد وطنية هؤلاء في حال لم يقدموا أي تنازلات طبعا. لكن وكونه يرفض الوساطة الإماراتية في مسألة التعامل مع إثيوبيا أو الجلوس مع إثيوبيا حول أراضي هي أراضي سودانية، هذا أمر أيضا يحسب لهم. ولكن دور الإمارات المزعزي أو المهدد لمصالح السودان في المنطقة من المؤكد هو أمر مخل وأمر مرفوض مهما ضغطت عليهم، لكن في النهاية الشعب السوداني والجيش السوداني متفطن لهذه المطالب ويرفضها جملة وتفصيلة. والشعب السوداني في حال طبعا الجيش في الآونة الأخيرة كسب بعض النقاط لصالحه من خلال استعادة أراضي الفشقة، ولكن في حال تغدى أو تراجع عن هذه الأراضي من المؤكد الجيش سيعرض إلى حالة من التشويه والتسقيط من طرف المواطن، والمواطن السوداني متفطن لحقوقه في أرض الفشقة وفي حقوقه أيضا في مياه النيل التي إثيوبيا ترفضها وتحاول أن تفرض الأمر الواقع من خلال تشييد السد وخنق السودان من خلال فرض الأمر الواقع في مسألة ما يخص ملف سد النهضة ورفض حقوقه وأراضيه في مسألة أراضي الفشقة. نعم سيد أويس، يعني الآن نحن دخلنا في قضيتين، أهم قضيتين خارجيتين تهددان السودان، أو أزمتين خلينا نقول، الأزمة مع أثيوبيا بشأن سد النهضة وبشأن أراضي الفشقة، وأيضا التطبيع مع العدو الإسرائيلي. يعني ماذا سيجني الشعب السوداني من التطبيع مع إسرائيل أولا، وثانيا هل هو إملاءات إماراتية وإقليمية أم أن اتجاهات حكومة البرهان بهذا الشكل؟ يعني هو ما الذي ستجنيه السودان من التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي سوق له البرهان رئيس المجلس السيادي باعتباره هو الذي قام بخطوة لقاء نتنياهو ابتداء، ولاحقا سوق له أيضا نائبه حميتين التطبيع فيه فائدة، ثم الحكومة أيضا دخلت على الخط. الترويج الرئيسي هو قضية الاقتصاد وأن هناك حلحلة للمشاكل الدولية وبالتالي إخراج البلد من عمق أزمته الاقتصادية. لكن حقيقة الأمر نحن يمكن أن نفهم قضية التسابق نحو التطبيع في إطار جزء منه داخلي، يعني لا علاقة له بالشعب السوداني أصلا. بدأت يعني بعد تغيير نظام البشير كان هناك قوة ثلاثة تتحكم في المشهد. لدينا قوة المؤسسة العسكرية ممثلة بقائدها البرهان، ولدينا قوة الدعم السريع التي لها علاقات مع المحيط الإقليمي وحتى مع الاتحاد الأوروبي، ولدينا أيضا الطرف الثالث وهو رئيس الحكومة حمدوك ومعه الأحزاب التي تمثل حاضنته السياسية كانت لها علاقات مع الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي. وبدأ التسابق، وجدنا حمدوك يتسابق نحو الأمم المتحدة ويطلب بعثة اليونيتامس، وجدنا حميتي يسعى نحو الإمارات ويبدأ يطرق بوابة الكيان الصهيوني. والمؤسسة العسكرية ربما البرهان كما تقول كثير من القراءة وجد نفسه أنه بحاجة لقطع الطريق أمام الطرفين الآخرين في الدولة، وبالتالي أخذ الخطوة النهائية بلقاء نتنياهو، ومن ثم أيضا الخطوة النهائية بدفع المبالغ لترامب، وبعد ذلك أيضا دخل الآن أخذ الخطوة الأخيرة في موضوع فصل الدين عن الدولة، وذلك لسحب كروب التي يلعب بها الأطراف أو تتلاعب بها الأطراف الأخرى في الحكم، وذلك بهدف استتباب الأمر
للبرهان. وبالتالي ليس فقط هو قضية المحيط الإقليمي الذي كان يدفع السودان نحو هذه الخطوات يعني مراعاة لطلبات ترامب في وقتها، أو حتى دفعا للسودان لأن يتقدم خطوة في التطبيع لتأتي من بعضه بعض الدول العربية أو بعض دول الإقليم وبالتالي يرفع الحرج عنهم. صحيح هذا كان موجود وكانت هناك ضغوط بهذا الاتجاه، لكن أيضا التسابق التنافس الداخلي على مراكز القوى يلعب دورا. قضية الفشكة قضية ليست هو الابتزاز الأمريكي للسودان. نعم، إذن هو الابتزاز الأمريكي للسودان ما دفع السودان لاتخاذ هذه الخطوات. ابتزاز أمريكي للسودان وأيضا تنافس على مراكز القوى داخل الدولة بعد سقوط نظام البشير، لأن أركان الحكم في السودان ليست على توافق كامل وبينها تنافس، وبالتالي كل واحد أو كل طرف يسعى إلى أن يحقق خطوة خارجية تمثل له داعم في المحيط الداخلي. حتى خطوة الفشكة، طبعا خطوة الفشكة التي سار في اتجاهها الجيش مجمع عليها من قبل الشعب السوداني قاطبة، لا خلاف على أن هذه الخطوة أنها أراضي سودانية وأن تحركات الجيش تحركات صائبة في هذا الخصوص، لكن أيضا يرى لها البعض بأن الجيش أراد أن يعني يتقدم يعني في قضية مجمع عليها وطنيا ليكسب نقاطا تسحب من الحواضن السياسية والحواضن الاجتماعية التي ربما بسبب فضع حصام القيادة كان لديها موقف شديد أو عنيف تجاه قوات الجيش باعتبارها يعني كما يرونها غدرت بالمعتصمين أمام مباني القيادة وفعلت فيهم هذه المقاتل. وبالتالي تأتي خطوة الجيش خطوة صحيحة وطنية استفادت من اللحظة الراهنة اللي هي انشغال إثيوبيا في معالق إقليم تيغراي وبالتالي أضعف حالات إثيوبيا وبالتالي استعادت هذه الأراضي، لكن لا نستطيع القول بأن هناك التحرك السوداني كان بناء على ضغوط خارجية. وبالتالي ملفات الفشكة وسد النهضة والتطبيع أنا لا أرى أن بينها يعني ارتباط وأنها تأتي في سياق واحد، في كل منها سياقه الخاص وطريقة ترتيباته وتطوراته التي يعني تحركها الوقائع على الأرض. نعم. سيد إبراهيم ناصر، أختم معك بهذا السؤال، ماذا لدى الحكومة السودانية الآن لمواجهة، ماذا لديها من خطة لمواجهة أزمة سد النهضة مع إثيوبيا؟ طيب عظيم، طبعا تعلمون أنه الحكومة الحالية استنفذت كل الخيارات في مسألة التعامل مع قضية سد النهضة. إثيوبيا رفضت كل النداءات السودانية وحاولت أن تفرض الأمر الواقع من خلال عدم تقديم أي تنازلات، وبالتالي الآن الحكومة بيدها، يمكن تعلمون أن إثيوبيا تعاني من حالة من التأزمات الداخلية، وهناك بعض الاختلافات بين الاختلافات الإثنية والصراعات المسلحة داخل إثيوبيا. يمكن السودان أن يتقدم في مسألة أو أن يتعامل مع إثيوبيا بصورة خشنة في مسألة التعامل أو دعم بعض المجموعات المعارضة للحكومة المركزية، بالإضافة إلى ردا طبعا على أسلوب إثيوبيا عندما قامت بدعم مجموعة فصيل أو فصيل مسلح يتبع لمجموعة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، هي دعمتها إثيوبيا مخابراتيا وقدمت لها بعض ردا عليها. يمكن أن يلعب السودان في مسألة دعم هذه القضية أو دعم المجموعات المعارضة للحكومة المركزية. أيضا يمكن أن يكون هناك قفل للحدود وقطع الإمدادات أو الإمدادات في مسألة في المياه مثلا، أو عفوا القضية الإنترنت. طبعا السودان متصل أو إثيوبيا متصل بالسودان أو مرتبطة بالسودان في مسألة الإنترنت أو كيبلات الإنترنت تمر عبر السودان، بالإضافة إلى يمكن أن يخطو السودان خطوة سياسية في مسألة أو قانونية في مسألة قفل حدود قفل مجاله الجوي على الطيران الإثيوبي، وبذلك يمكن أن تتعرض إثيوبيا إلى مخاطر داخلية. فبيد السودان الكثير في مسألة التعامل مع إثيوبيا، ويمكن أيضا أن يطرد الجالية، يعني يتقدم كثيرا في مسألة طرد الجالية الإثيوبية من المتواجدة في السودان والمقدر عددها بحوالي 5 ملايين أو يزيد، وأيضا هناك عمالة إثيوبية هي في مناطق زراعية تستزرع بعض المناطق. السودان طبعا استعادها، يمكن أن يقفل عليهم الحدود وأن لا يدخل للسودان. فبيد السودان إذن لدى الحكومة أوراق عدة تستخدمها ضد إثيوبيا. نعم، ويمكن، وهل ترى أنها مجدية؟ نعم، وأيضا من خلال التنسيق مع مصر في مسألة الضغط على إثيوبيا وتشكيل جبهة موحدة
في مسألة الضغط على إثيوبيا في 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 بعض الأروقة الأممية أو في الدوائر الغربية بالتحديد، يمكن أن يجعلوا إثيوبيا محرجة أمام المجتمع الغربي دبلوماسيا، ويمكن أن يضيقوا عليها من خلال عقد التحالفات مع قوة إقليمية أو دول هي في المحيط الأثيوبي. على سبيل المثال يمكن أن يكون وقعت القاهرة اتفاق مع أوغندا ومع رواندا، وهناك زيارات طبعا الآن مع أو زيارات لكينيا في مسألة التنسيق للتعامل مع إثيوبيا، لأن إثيوبيا أصبحت تهدد أو مصالح قوة إقليمية أو قوة المحيط كله، بخصوصا بعد أن تحالفت مع جيبوتي الآن مع إريتريا عفوا، تهدد مصالح جيبوتي وفي وتدعم المواقف الإريترية في القضايا الخلافية بين جيبوتي والسودان وبين جيبوتي وإريتريا عفوا. وبالتالي القضية التعامل مع إثيوبيا هي بيد السودان الكثير في مسألة الضغط على إثيوبيا، والتنسيق مع مصر هي بداية لتشكيل جبهة موحدة للضغط على الداخل الإثيوبي، وتحويط إثيوبيا بحلفاء إقليميين هو الخيار الأفضل، وتدوير قضية السد يستطيع من خلالها السودان أن يثني إثيوبيا من مواقفها المتشنجة. نعم سيد أويس، أيضا سأختم معك بسؤال، هل ترى أن هذه الأوراق التي ذكرها السيد إبراهيم ناصر مجدية في حل أزمة أو في التوصل إلى ضغط على إثيوبيا من أجل أزمة سد النهضة؟ يعني موضوع سد النهضة هو موضوع يعني فيه تفاصيل فنية كثيرة، يعني يحتاج فعلا تقييم هذه الوسائل، لكن نحن نتحدث باستقراء للوقائع الماضية فقط. طبعا كل دولة لديها يعني كروت لعب يمكن أن تلقيها في أي معادلة من المعادلات، هناك حالات ضغط كثيرة، لكن الناظر لتسلسل التعامل السوداني مع قضية سد النهضة، هناك ارتباك في المشهد. السودان طيلة السنين الماضية التزم بمنطقة وسيطة بين مصر وبين إثيوبيا، وكان هناك حديث من قبل المسؤولين متصل على أن سد النهضة فيه منافع للسودان، وأن ملاحظة السودان على سد النهضة ملاحظات فنية تستهدف تأمين القرى السودانية التي تقع عقب السد، وبالتالي يعني الضمان أن لا تكون معرضة لأي خطر من الأقطار بسبب خلل في ترتيبات السد. الموقف السوداني شهد تغيرا بعد تغيير نظام البشير ودخول مصر على خط الأزمة، والبعض يرى أن التحالف الذي يعني يظهر بين المكون العسكري الذي يمثل لاعبا أساسيا في المشهد وكذلك النظام المصري نظام السيسي غير من طريقة تعامل السودان مع ملف سد النهضة، وجعله بشكل أو بآخر يعني تابعا للموقف المصري بل داخلا في حالة من الشراكة الكاملة. موضوع سد النهضة يعني كان هناك كلام كثير عن أن هناك كروت سيتم اللعب بها وأن هناك استعطيل، لكن وجدنا أن الملء الأول في السنة الماضية تم، ورغم أن هناك حدث عبث بمناسيب المياه حتى داخل السودان، السودان عانى من فيضان كثيف وعاين أيضا من انخفاض المناسيب في بعض الفترات بما أدى إلى انقطاع المياه عن كثير من المدن والمناطق، ولم نجد أن السودان أو مصر تمكنوا فعليا من يعني إيقاف هذا الأمر. الآن لدينا هناك الملء الثاني الذي أعلن عنه أبي أحمد والذي سيكون في شهر يوليو المقبل، ولا يبدو حقيقة أن السودان أو مصر لديهم فعلا يعني كروت قوية للعب على هذا يعني الإطار. وأيضا تحركات إثيوبيا دوليا كانت بالعموم أفضل من التحركات السودانية وموقفها الإعلامي أقوى، لكن بالتأكيد المناورات العسكرية الأخيرة التي يعني قامت بها السودان مع مصر مناورات نسور النيل، يعني هذه المناورات تعطي نوع من الرسائل. هناك متغير لابد أيضا لا يهمل تماما، فقط أن الداخل الإثيوبي يمكن أن يكون هو نقطة الانطلاق في موضوع حتى سد النهضة، خاصة أن سد النهضة ينفتح في أراضي بعض أراضي إقليم بني شنغول، وهي أراضي يعني ربما العرقية التي فيها حتى عرقية سودانية وليست يعني إثيوبية، وتم منحها لإثيوبيا بموجب اتفاقيات قديمة.
شكرا. في نهاية هذه الحلقة أشكرك الإعلامي المختص بالشأن السوداني أويس الجلبي، وشكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا للباحث في العلاقات الدولية إبراهيم ناصر، كنتما معنا عبر سكايب. شكرا لكما ضيفي الكريمين، وشكرا لكم مشاهدين على هذه المتابعة الطيبة. إلى حلقة جديدة وموضوع جديد في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء. نفحات ربي أقبلت وتواترت.